السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناة انا صبر تعليمية. اليوم عندنا هذا الهاتف من نوع سامسونج جالاكسي A02. هذا فيه مشكل اللي هو جينا الكود بين، نلاحظ لانه جينا الكود بين، كود بين هنا جينا، كل مرة جينا الكود بين هنا، نديرو الاوكي، نلقاو روحنا الكود بين ما عرفناش كيفاه نفتحوه. احنا باش نتخلصوا من الكود بين هذا، لاحظ هناك فين نديرو، نروحوا الى مكالمة الطوارئ. هذه تجينا هذا هذا الشاشة، نضغطوا على نقص الصوت، نقص الصوت مع القفل تاع الباور. لاحظ كيما هاك، نضغطوا عليها مطولا، من بعدها نبدلوا يدينا في لترفع الصوت، عندنا رفع الصوت، من خفض الصوت نروحوا الى رفع الصوت. تجينا الشاشة هذه، نهبطوا الى نلقاو هذون، نهبطوا الى القمة الخامسة الاولى، لا لا الثانية الثالثة الرابعة خمسة، الخامسة نهبطوا بهذا القفلة هذه، ومن بعد نديرو الاوكيب هذه. نعود إعادة ضبط إلى الإعدادات الأصلية، نديرو أوكي، بعدين ندير نعاودو نديرو هذه، نديرو أوكي، نعاود ندخل من جديد. بعد هنا يروديماري الهاتف، إعادة تأهيل، تأخذ بعض الوقت باه تدخل، باه يعاود يدخل لأنه يمسح في الكودات، تأخذ بعض الوقت شوية تدخل. بعد تعاود تدخل هذه الصفحة، بعد جينا هنا خيارات اللغة، نختار اللغة هنا، نختار اللغة اللي هي اللغة العربية، عندنا اللغة العربية، نديرو موافق، نديرو بدأ. نضغط على هذه، لقد قرأت كل ما ورد أعلى ووافقت عليه، دور التالي. هنا شبكة تخطي، نسخ بيانات عدم النسخ، جاري التحقق من المعلومات، تأخذ بعض الوقت شوية، جاري البحث عن تحديثات تأخذ بعض الوقت، جينا نسخ تطبيقات البيانات، نسخ تطبيقات البيانات عدم النسخ. زال التحقق من المعلومات، ندير هنا تخطي، تخطي، لحظة من فضلك، ندير المزيد، قبول. هنا الكود بين هذا ما ندروش، هذا هو على اساس سبتو بالسبب تاعو، هذا عاودنا درنا المراحل هذه كامله، ندرو تخطي،
خطئي لا على أي حال. جار التحضير لدخول الهاتف. جار التحضير لدخول الهاتف. يرجى الانتظار. هنا جاتنا يرجى الانتظار. وحصلت بعض مصيبها. التالي. تخطي. تخطي. أنت جاهز. إنهاء. هنا في الأخير دخل الهاتف تاعنا. هنا عندنا الكود، الكود بين داك راح، ما عندنا الكود بين هنايا في الحالة راح. هنا هذه هي الطريقة باش نحو الكود بين في هاتف جالاكسي A02 من نوع سامسونج. هذه هي الطريقة المراحل تاعها. اللي ما اشتركش معنا في قناة أراس برو يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.